مساكم الله بالخير. جولة كانت ممتعة. اليوم رحنا في واحد من المجمعات التجارية اللي راح يفتتح جديد في الدوحة. طبعا رحنا في جولة وبضيافة صاحب المشروع لمشروع طوار مول اللي هو فعلا مشروع مميز. وطبعا كانت الضيافة بصاحب المجمع الأخ غانم بن طوار اللي صراحة ما قصر، عطانا جولة دقيقة وتفصيلية بوريكم بعض منها. بس المفاجأة اللي صارت إن بعد الجولة ما قمنا بالتصوير وكل شيء، مسح كل شيء بسبب خلل في الكاميرا، فراح نعيدها باكر الصبح إن شاء الله. على العموم الحين إحنا ما نضيع وقتنا، راح نطلع من الفندق إن شاء الله ونروح منطقة جميلة في الدوحة أنا دائما أحرص إن أزورها وأغطيها وتشوفها. ما شاء الله وصلنا بعد عناء الى سوق واجف، الزحمه خذت لنا ساعه عشان نوصل الى السوق هنا. سبق انا زرته يمكن بالصيف كان شويه رطوبه وحر، بس يمكن الحين شويه يمدينا نشوفها بالعماره اللي فيه المميزه بالمنطقه القديمه هذه. واحلى شيء ان شاء الله مره ثانيه يمكن بالمستقبل بسكن بالفنادق هذه، هذا واحد من الفنادق هنا اسمه فندق الجسره بوتيك هوتيل بالطريقه القديمه في سوق واجف. في مدخل السوق لقيت المسجد هذا القديم ومنارته المميزة، بدش واشوف شنو قصته. اللي عجبني المسجد الساحة هذه مفتوحة ومرتفعة عن مستوى الشارع وصايرة من غير سور متصلة بالسوق. طبعا العمارة التقليدية الخليجية هنا، هذا الديوان شكله شابه اللوجيا اللي شفناها في اسبانيا. العمدان طبعا خشبيه، ما اتوقع هذه الاصليه بس اعتقد هي نسخه من الاصل تم تجديدها. شنو احلى من الخشب واللواوين والمنارات الغريبه والساحات المفتوحه؟ شيء مميز في المنطقة القديمة. احلى شيء بالسكيك بالسوق، لاحظوا التغطيات هذه المتلاصقه، يصير مبنى ومبنى متلاصقين من فوق وتحته ممر بالسكه. يعني ما ابي اركز داخل بالسوق اليوم، زحمه ما شاء الله، الدوحه كلها في سوق واجف، فشوفوا بس التفاصيل هني، الحجر اللي محطوط هني مع الخشب بالسقف. مغطين المنطقه اللي هي بين السكه هذه اللي رايحه من هناك واللي داشه كذي، فهذه التغطيه اللي فوق اللي صايره مظلله على المنطقه هذه. ملاحظة بالأسواق نلقى الارتفاعات وايد عالية، تقريبا هذا دور بعدين دور فوقه بعدين التغطية، طبعا هذه حق الحرارة تروح فوق. على زغر السكيك اللي بالسوق هم نلقى شيء صغير وسكه او بالاحرى داعوس، هذا من الدواعيس اللي موجوده في هذا فعلا داعوس، يعني المساحه بين الطوفه والطوفه اقل من متر،
في أماكن توصل 60 سنتي إلى نص متر وبعدين تكمل. ميزة نسخة في العالم مو بس إن الحرارة تروح فوق، لاحظوا حتى الروائح إذا كان في روائح من السوق تطلع فوق ولاحظوها هني مرة ثانية. والواحد لما يتمشى يلقى بعض العماير هذه كانت يمكن جديدة بس سووها بالنظام القديم، 6 أدوار